جدا، هل كنت فيها رشوة، فيها معروفة ببشر، فيها رمال، فيها حساب غاز، يعني في منطقة تقريبا فيها كل شيء، وبالنسبة لهم هذا المشروع عليكم ناجح في هذه المنطقة، وانتم قلتوا لنا بأنكم مستعدين أننا نخدموا على المحمية، إن شاء الله غادي نديروا لقاء خاص بهذه المحمية، وخاصة تكون مع هادشي ديال الزوني، وخاصة الزوني تيجبرنا أننا نخدموا على عدة أشياء مصاحبة منها المعدات أساسا، الأميال، عدد المراكب، الرخص المبتدا، هادشي جاب نتائج مرات أخرى، والهدف ديال المهم هي الرابطة. أستاذ سيد كيف حالك؟ بغيت نقول ندخلوا كاملين ونجيبوا مصادرات كثيرة شنو تيوقع؟ أنا تيوقع قلت يا سي سيدي قلت يا كامل كون قريت شوف لأن هذه الأجابة الغيزات تتجيناش. يشوف شو